السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي قناة حلب اليوم، كل عام وأنتم بألف خير بمناسبة عيد الأضحى المبارك وأعاده الله عليكم بالخير. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم بين دجلة والفرات. الكليتشة مع طواف الأطفال على المنازل، السمتين البارزتين لأعياد محافظات الحسكة ودرزدور والرقة. وللحديث عن عادات العيد في الحسكة يسعدنا أن نستضيف عبر الهاتف أحد وجهاء العشائر الكردية بمنطقة كوتشارات في الحسكة، السيد سعيد نايف الباشا. قبل أسبوع تقريبا يشرع الأهالي في مدن الجزيرة السورية وأريافها بالاستعداد للعيد عبر شراء الألبسة الجديدة للأطفال كأولوية وتأمين الحلويات، وهي صلب ضيافة العيد، ويعتنون بشكل خاص بكعك العيد الأشهر وهو الكليتشة. لا يشعر أهالي الجزيرة السورية بقرب موعد العيد أو طعمه دون صناعة الكليتشة حتى تفوح رائحتها من كل ركن من أركان الأحياء والقرى إذانا بقدوم اليوم السعيد، فتتسلل رائحتها إلى منازل الجيران وأنوف المارة في الدروب فتذكر من نسي التحضير لها. وتجتمع النساء ليتساعدن في إعداد العجين المكون من الطحين والسكر والحليب، وتعجن هذه المواد بالسمن العربي مع الخميرة، كما تضاف إليها الخلطة الخاصة ويسميها البعض بهارات الكليتشة، وهي عبارة عن مسحوق مكون من ينسون وشمرة وحبة البركة والقرفة وهال ومحلب، ومؤخرا باتوا يضيفون إليها الفانيليا والبيكنج باودر. ثم يبدأون بتقطيع العجين إلى أقراص ومستطيلات قبل المباشرة في وضع الصحون داخل الفرن، وقد تذهب أولى الوجبات إلى أيدي الصغار قليلي الصبر وأفواه الذواقة من الجارات ورجال البيت، فتقدم ليلة العيد مع الشاي. وأمست ساعات أعداد الكليتشة مناسبة لاجتماع تتخلله أحاديث طويلة بين الجارات والصديقات، كما هي مناسبة ملائمة جدا لاستعراض المهارات في صناعة وتشكيل العجينة عبر القوالب الخشبية أو البلاستيكية أو بصناعة العجينة على شكل ضفيرة. رغم التعب في إعدادها ترى النساء أنها لحظات جميلة تسبق العيد وتعطيه من لونها ورائحتها التي باتت في أذهان أهالي الجزيرة تمثل رائحة العيد القادم، لذا يجب أن تعد ليلة العيد أو قبلها حتى تكون جاهزة وتقدم للضيوف وأهل البيت في الصباح مع اللبن في وجبة الإفطار أو لوحدها مع الشاي في ساعات الضحى والعصر طوال أيام العيد. حياكم الله وأجدد الترحيب بك سيد سعيد. بداية، لماذا يولي الأهالي للكليتشة هذه الأهمية؟ بداية كل عام وأنتم بخير. وأنت بألف خير. الكليتشة من عادات القديمة، أولي ما كان في حلويات مثل هالوقت، حلويات جديد صار حلويات، يعني مو قديمة، هاي الكليتشة قديمة ما كان في غيرها، يمكن كان الناس كلها تسوي كليتشة وتقدم بالأعياد كليتشة وتمر يعني. نعم. حاليا العادات متداولة كمان بين الأهالي، عم يسوي كليتشة بأيام العيد ويقدموا للأطفال ولل هل تحرص يعني جميع فئات المجتمع الجزراوي على صناعتها أم هي محصورة بفئة معينة دونا عن أخرى؟ لا أكثر الأهالي عم يسمعوا كليتشة حاليا، صار أسهل، عم يجيبوا جاهز. هو اللي هم كانوا يصنعوا بس هلا جاهز تقريبا، ما حدا يتعب حاله، يشتروا من الأفران. هو اللي الناس كلها تسويه، حتى مو بالأفران، حتى بالتنور كانوا يعني يسوون بالتنور. هاي التنور يمكن تعرفوه، بدائي كان من طين ويصنعوا فيها حاليا بالأفران عم يسووا. اللي يعجن بالبيت كمان ياخذ الكليتشة تبعه على الفرن يزبطه ويجيبها. عادات تقريبا بال190. نعم، هي معروفة برائحتها الزكية والتي تنتشر في جميع البيوت وخاصة في العيد. كيف يبدأ الاحتفال بالعيد عادة ومتى يبدأ؟ هل بعد الصلاة وتقديم الأضاحي؟ كيف يبدأ ومتى؟ بعد الصلاة
يجهزون كل بيت، عم يجهز أمور العيد والأطفال يدورون بيت بيت، وكل واحد شايل كيسه وعم يدور خاصة بالقرى. يعني أكثر شيء متداول بالقرى لأنه الكل بيعرفوا بعض، وتقريبا من فئة واحدة وأهالي بعض. المدينة محصورة بالأحياء، يعني المدينة بتعرفي بين شارع وشارع يختلف. أكيد. بالنسبة للزيارات، هل هي مقصورة على العائلات أم هناك زيارات بين المعارف والجيران؟ بالقرى الكل يدوروا على بعض، الكل يعايدوا، الكل يجهزوا للعيد. أما المدينة بس المعارف والجيران، يعني جارك، جار الشارع، جار الجنب، مو مثل القرى. هل هناك اختلاف في عادات الحسكة ومحافظات الجزيرة الأخرى باحتفالها بالعيد؟ نعم، كل منطقة لها عادة ولها خصوصية. حتى بنفس المنطقة في عادات مثلا يختلف عن قرية، يختلف عن قرية. في قرى مو عشائر، يعني كل واحد جاي من مكان مهاجرين وجايين. في قرى عشائر كلها قرايبين واهله، يعني يختلف العادات طبعا، يختلف من منطقة لمنطقة يختلف العادات. شهدت أسواق مدينتي القامشلي وعامودة بريف الحسكة إقبالا واسعا من الأهالي قبيل عيد الأضحى بالرغم من ارتفاع أسعار البضائع، إذ يرى أصحاب المحلات أن العيد هذا العام يختلف عن السنوات السابقة نتيجة الإقبال الكثيف من قبل الأهالي على شراء حاجيات العيد من سكاكر وحلويات وألبسة للأطفال. الحمد لله حركة طبيعية، الحركة طبعا أقل من حركة العيد اللي راح بسبب المواسم، المدارس واختلاف المواسم، والحمد لله الأسعار طبيعية ومتقارنة بين الوسط والخفيف والثقيل. الحمد لله عم نتساهل مع الجميع ومع مخجل حدا بالأسباب العيد. الغلاء فاحش، واستغرب أنه كيف يوفى يعني الأسعار مع العالم الفقراء لعدم وجود عمل. مبسوطين الحمد لله، الأسعار حلوة، كانت أسعار حلوة، والعيد بالعكس إلى بهجة حلوة. وقبل عيد الأسعار كتير يعني مو لا رخيصة ولا يعني كويسة، أسعار مناسبة. أطفال العيد لفظ يطلقه الأهالي على الأولاد الذين يطوفون أرجاء الأحياء والقرى في الجزيرة السورية يوم العيد، فهم يستعدون ليلا للانطلاق مع خيوط الشمس الأولى إلى الشوارع وأزقة المدن ودروب القرى، ويرتدون ما اشتروه من ملابس خصوصا للعيد فيسمونها بكنزة العيد أو بنطلون العيد، ليباغتوا الجيران وجميع أهالي الحي أو القرية حتى آخر منزل، مطالبين بحقهم في الحلوى. هذا الفصل من فصول يوم العيد يسبقه مرافقة الأطفال لأمهاتهم إلى زيارة المقابر التي تتزامن مع أداء الرجال صلاة العيد في المساجد، وربما تسبقها وتنتهي الزيارة بعيد انتهاء الصلاة بقليلة. يجمع خلالها الأطفال كميات كبيرة من حبات الحلوى والفواكه والبسكويت الذي يفرقه الناس هناك على أرواح موتاهم. يسير أطفال العيد بمجموعات، يمسك بعضهم أيادي بعض أو يسيرون إلى جوار بعضهم بعض، ومع وصولهم إلى باب المنزل المقصود ما عليهم سوى القول عيدكم مبارك أو كل عام وأنتم بخير، والجملة الأخيرة بدأت تحل محل الجملة الأولى خلال السنوات الماضية، فيكون هناك شخص مستعد في البيت لتوزيع السكاكر عليهم بعد رد التحية والتبريكات بقوله أبرك الأعياد أو وأنتم بخير. ويردد الأهالي في استقبالهم للأطفال المقبلين عبارات ترحيب منها هلا بولاد العيد، فيما يحرصون على خروج أولادهم بلباس جديد إلى العيد على مبدأ أن العيد هو للأطفال كما يقال في هذه المنطقة. سيد سعيد، أعود إليك، هل ما زالت عادة الطواف على المنازل موجودة حتى الآن؟ نعم موجودة، والتواصل الاجتماعي عندنا 100%، والناس يتواصلوا ويتسالموا
ويذبحوا ذبائح ويعملوا أضحيات وخاصة بالقرى، يعني ما في بيت ما يجهز حاله للعيد بكل معنى الكلمة. نعم، الطواف هل يمارسه الأطفال حصرا أم جميع الفئات العمرية؟ والله قبل الثورة الكبار قبل الصغار، بس هلا حاليا تقريبا محصورة بالأطفال بس. نعم، ما العبارات التي يرددونها الأطفال عادة وهم يطوفون البيوت؟ حسب اللغة، الأكراد ولاد الأكراد يفوتوا إذا تبيروزوا يسلموا مثلا يتباوسوا، رعية البيت يبوسهم وهن يبوسوا إيده، وبين العرب كل عام أنتم بخير، وكمان نفس العادة بس يعني الاسم يختلف. إذا تبيروزوا كل عام أنتم بخير، كل واحد خصوصيته يعني. نعم، في ظل هذه الظروف هل ما زال الأطفال يحصلون على ألبستهم الجديدة؟ نعم، اللي هلا تنزلين على السوق ما في مكان واحد يحط اجره من العالم ومن الناس وعم نحكي على مدينة المالكية يعني المعبرة. ما شاء الله. ايه نعم، الاطفال يشتروا والكبار يشترون. هل هناك قدرة للناس على شراء الألبسة الجديدة لأطفالهم أو حتى لهم للكبار والصغار؟ والله الأطفال اللي عنده قدرة، ما عنده قدرة بده يشتري، ما في مجال. إذا بده يتدين بده يشتري، الطفل ما يعرف عن فيه ولا ما في، بس الكبار حسب حاجته ياخذ، مو مثل ما بده ياخذ، حسب حاجته ياخذ، بس الصغار ياخذوا أهاليهم بدهم أو ما بدهم يشتروا يعني. حسناً سيد سعيد، ابقى معي، سنتابع نقاشنا بعد هذا الفاصل. مشاهدينا الكرام، فاصل ونعود. أهلا بكم من جديد مشاهدين الكرام. يقول أهالي الجزيرة السورية معايد الجريتين، كناية عن الشخص الذي يحاول الحصول على شيئين في ذات الوقت ما يجعله يفقدهما معا، فما قصة هذا المثل؟ فلنتابع. المثل معايد الجريتين ينقال على مثلا اليوم أني بجريتي، اليوم عيد، اليوم بجريتي طبعا قدا وحلو، فأنا ما أكل منه، أحط عيني على الجرية الثانية، أروح على الجرية الثانية شو يصير؟ ما ألاقي لا أكل ولا حلو عيد، أرجع على جريتي ألقى زاد العيد ماشلين ومخلصين. هذا المثل يقال على واحد مثل إذا حط براسه شغلتين لا يفلس منها يفلس منها. يعني مثلا لي قرايب بجريتين بحد بعضهم وبدي اطلع وعايدهم، وركبت سيارتي وتعطلت معي السياره قبل ما وصلت جريتين، وانتهت ازمه العيد واني بشان بسيارتي معطله ما زبطتها الا راحت فتره العيد، ورجعت على اهلي مفلس. يعني معايد الجريتين معناته تطلع ازمط، عيد من ورا عيد من قدام. معايد الجريتين لا تشل، لا ما تجري هاي ولا ما تجري هاي، طلع ازمط، طلع الجري هاي يقول ما تشل من عند هذيك، وراع الجري هذيك قبل ما تشل من عندها، ورحز نفس سوريا زاد ما استفادين من شيء منها خالص، على اساس نصير بلدنا زينين وما استفادنا شيء. واحد يجي عايد بجريه يروح على الجريه الثانيه، الجريه الاوليه تفكروا تغدى عندهم والثانيه تفكروا تغدى عندهم، ولا تشل لا هين ولا هين، طلع معايد الجريتين. اعود اليك سيد سعيد، معايد الجريتين، ما معنى هذا المثل الشعبي ومتى يستخدم عندكم؟ هذا في شخص فقير عادة، قديما كان عم يسوي ولائم بالقرى، يطالعوا هالوليمة خارج القرية، طلع واحد من احدى القرى قال بدي اروح عايد القرية الثانية اكل عندهم وارجع اكل بقريتي، لبين ما وصل القرية ما لحق شيء، رجع للقرية الثانية ما ضر شيء، افلس من العيدين يعني هيك يقولوا. هذه مساوئ الطمع. واضح الكلام؟ نعم، متى يستخدم عندكم؟ ايه يعني افلس من العيدين، اول شيء بده يطلع على اول قريه، بده يعايد القريه
كان يرجع على قريته طبعا عم ياكلوا يسووا اكل ترى برات القريه الكل ياكل ويجي ضيف يجي ممر من جاي من مكان ياكل ويمشي وهذا كمان قصده يعيد هذيك القريه جاي عايد قريته لبين ما وصل هذيك القريه ما ضل شيء خلصوا رجع لقريته بيكون كمان خالصين افلس من العيدين هذا هو المثل. هل يمكننا اسقاط هذا المثل على ما يحدث الان؟ لا هسه هلا لا ما يصير هيك هلا ما ضل حتى الولايم ما ضل مثل الاولين. نعم. يعني الاهالي ما يطلعوا خارج البيت وياكلوا ويشربوا لا. كل واحد بقريته او ببيته ياكل و... ايه اولي مو هالشكل اولي الناس كانوا بسطاء على رغم هالحضارة وهالتقدم في انهار الاجتماعيات الناس أكثر شيء بهالوقت نعم. ما ضل مثل الأولين. أشكرك نعم. على حضورك السيد سعيد نايف الباشا من وجهاء العشائر الكردية بمنطقة الكوتشارات في الحسكة وكل عام وأنت بألف خير. بهذه الأغنية نصل إلى ختام حلقتنا من برنامج بين دجلة والفرات. أشكر ضيفي عبر الهاتف السيد سعيد نايف الباشا. لقاؤنا يتجدد. دمتم بألف خير وكل عام وأنتم